يا ابني بالراحه الواير. الله يخرب بيتك. ايه انت بتعلق حبل غسيل؟ والله اصل اصلك شوايه بالحنيه يا بابا، بالحنيه، ده شغل طلياني ده. يا ميري الكهربائي حلو جدا بس مضلم لي المكتب ليه؟ جايز يكون فصله عشان ايه؟ هذا كده ولا كده؟ طيب روحي اندهولي، خليه يسيب الجنينه يعمل لي المكتب ويرجع الجنينه بس بسرعه عشان مفيش وقت. حاضر. يلا. هلو يا طافي، ازيك يا حياتي؟ اخبارك ايه؟ الدنيا تمام؟ اه يا حبيبي ما تقلقش، كل حاجه جاهزه، ساعتين بكتير وابقى مخلصه كل حاجه. المهم يا بيبي انت فين؟ ميتنج يا توفيق، ده انا عندي اوردر مهم جدا في الفيلم ماجله عشان خاطر الحفله دي. انت حته ميتنج مش عايز تاجله؟ انت هنا ومدوقني عليك يا عم شوقي. لا مؤاخذة يا ميري، كنت بشق ريق بفطر بريكفاست. يا سيدي بالهنا والشايفه، ده انا هقديك جدوه مع سلات. الست مبسوطه من شغلك قوي وهاتي صباحتك احلى تثبيت. بالصلاه على النبي، الست هتظبطني انا احلى تثبيت؟ ده حاجه فل قوي. بس انا برضو مش فاهم اخت ميري، الست هتصور يعني واحد من افلامها هنا ولا ايه؟ فيلم ايه باش يا عم شوقي؟ ده انا قلتها لك لحد دلوقتي 10 مرات وقافله تنكريه. ما انا مش فاهم برضو اخت ميري، يعني ايه حفله السنكريه دي؟ تنكريه يا شيخ وجدي، تنكريه. انت لو ما عندكش لبس يناسب الحفله انا ممكن اظبط لك حاجه كده على ذوقي حلوه ابعتها لك لحد البيت، ما عنديش اي مشكله خالص. ما هي دي الطريقه الوحيده اللي تقدر تامنك وتدخلك عندي من غير ما حد يشوفك. انت وشك معروف للناس كلها وانا بيتي معروف في المنطقه، وبعدين ميتنج زي ده ما ينفعش يتعمل غير في حته على ضمانتي. طيب هبعت لك انا حاجه وهظبطها لك وهكلمك تاني. يلا مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه يا استاذ شوقي؟ فاصل النور عن المكتب ليه؟ لا ساعتك ده بس كده حاجه سيفتي عشان ما يحصلش قفله وانا شغال في الريسبشن. سيفتي؟ ماشي يا اسطى، نمشيها سيفتي. طيب ممكن تخلصني بقى عشان ما عنديش وقت؟ لا 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 من عينيا يا سلام، هو بس لو ممكن ساعتك تفتح لنا المكتب وانا تحت امرك، 10 دقايق كله يكون منور وكفايه نور ساعتك. ربنا يخليك، المكتب مفتوح. طيب السلام عليكم. مع السلامه. يا عيني عليك يا خواجة. عفريت عفريت. ايوه يا جابر. لا خلاص الخواجة اخترق المكان وغطى الموقع وكمان بعت التست. يلا الحقوا انتوا جهزوا بسرعه، الحفله هتبتدي 8 بالدقيقه. دي قطه قاعد البيت، قطه شيرازي بس مغلباني اخر شقاوه، ما فيش مكان اخدها معايا فيه الا ما تتسحب كده وتخربش في الناس كلها. ايه ده؟ في ايه؟ انتوا مين وايه اللي دخلكوا هنا؟ فنانتنا الجميله، عيد ميلاد سعيد يا فندم، أرجوكي تقبلي الهدية الصغيرة دي، إن شاء الله السنة الجاية نشوفك أعلى نجمة في مصر. يا توفيق بيه لو مش عارف تلم ضيوفك، سيبني أنا أتصرف معاهم. يا سعادة الباشا أنا حوريك دلوقتي. عينك يا باشا تهوه. لا سيبوه أنا الطلعة دي، عن إذنك يا ابني شوية. إيه يا قطة؟ مالك؟ مزعلة البشوات كده ليه؟ إيه صورة وحشة ولا إيه؟ بالعكس دي هايلة. أنا طب حلوة يا باشا. دي حلوة أوي يا باشا. بص ساعتك كده، حضر لي والله عادل بيه، طلع لي ليك نظرة برضه. بص. حلوة صح؟ لو من النوع الذي تتهافت عليه الصحف ووكالات الانباء العالميه. ايدك يا باشا ايدك. ويا سلام يا سلام على المنشط المصاحب، الداخليه تعتنق الاسلام. هو مين حضرتك؟ العميد حسام شلتوت الامن الوطني. حسام بيه الكارنيه بتاعك لو سمحت. بس كده يا باشا من عينيا، اتفضل.
ايدك يا باشا، ده انت قديم، ايدك بعد اذنك. اتفضل اتفضل. اهو كمان مره. اهو اهو فنانتنا الجميله، يا ريت حضرتك تتجهي دلوقتي لضيوفك الاجلاء وتفهميهم ان الداخليه بعتت قوه لحمايه المكان. محدش هيمشي من هنا قبل ما اعرف سعادتك جاي ليه بالظبط. الله، هو سعادتك ما فتحتيش الايديه ووريتي الباشا ولا ايه؟ ده كلام. لا ارجوك افتحي. بص كده يا باشا وادينا رايك كريم. ايه يا توفيق؟ ايه ده؟ إذن ضبط وتفتيش. يا ريت بقى تمشي بعينك الجميله دي لغايه اخر الصفحه تشوف سعادتك كده امضى حيه للسيد النائب العام حبيبك يا شيخ وجدي. حسام بيه، واضح ان في لبس في الموضوع. اصل انا والشيخ وجدي معرفه قديمه جدا، وكنا يعني عاوزين ندردش سوا بعيد عن الدوشه بتاعه الحفله دي. ده مفهوم يا باشا. ما انا شفت. شفت ايه؟ مع سعادتك، لان انا عارف ان انتوا هتحبوا تاخدوا بعض كده وتنفردوا بعيدا عن اجواء الحفله اللطيفه دي، فانا قلت اساهم انا بدوري واساعدكم واسجل هذا اللقاء الفريد صوت وصوره. فنانتنا الجميله برضه ما اتحركتيش من مكانك، مالك؟ مزمهله ليه كده حضرتك؟ ايه؟ شكلك تعرفيني صح؟ الله، ده انا نص شوقي بتاع السيفتي. صوره والنبي يا قطه. انت ليه مش عاوز تسمعني؟ لا بقول لك ايه، وطي صوتك. انت سعادتك فاكر نفسك قاعد ايه في المكتب بتاعك هتتنطط على الضباط الصغيرين والامنا؟ ارجوك ساعدني ان انا ما ابقاش سخيف معاك اكتر من كده. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ايوه يا لطيف. ايوه يا سيدي. عزم يا عمنا الشيخ، عزم. هتطلع لنا ايه بقى؟ إيه سفلي ولا بلسة؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حاسب على كلامك يا سيادة العميد. لا يا باشا انا محاسب على كلامي كويس قوي. اذا كان احنا ما عزش علينا الراجل اللي مننا واللي شغال معانا بقاله 30 سنة، هيعز علينا الحبسجية اللي خرج اول امبارح من البرش على الكرسي. ايه ده؟ ايه ده بس سعادتك؟ حسام بيه، انا بترجاك في 10 دقايق على الفراد، لو ما عجبكش كلامي ابقى ارمينا كلنا في السجن. سيادة الرائد، لمل الموبايلات بتاع البوابات، ولو اي مكالمه، لو مكالمه واحده اتعملت سواء محمول او ارضي هزعل هزعل. تمام يا باشا. لا تصدق كلام معقول برضه. انا عارف سعادتك ان ده تصرف احمق ومجنون وممكن يدمرني انا ومراتي، لان سعادتك واضح انك ضابط شريف ولا يمكن تقبل بالسكه دي. طب لما سعادتك كلك نظر كده ليه بتصدر وشك للمستحيل وترمي نفسك تحت القطر؟ انا عارف انك جاي تاخدني دلوقتي بتهمه تجهيز اتفاق على رشوه الداخليه. هتفرق في ايه يعني لو زودنا تهمه تانية؟ ايه يا هانم؟ والباشا ما يعرفش ولا ايه؟ ما يعرفش ايه؟ ايه اللي ما يعرفش؟ ما يعرفش ايه يا باشا؟ المدام بتاعت سعادتك متهمة قبل منك بعرض رشوة جنسية على عادل ياسين. يا حسام بيه، أنا عارف كل حاجة عن تاريخ مراتي ومسامحها وبحاول أساعدها إنها تتطهر من الماضي ده. أنا بتوب يا حسام بيه، والله العظيم تلاتة بتوب عن أي حاجة وحشة عملتها في حياتي. والراجل ده حبني وسطرني في بيته. سيبك من البكش والسهر والحفلات والكلام ده. طب والله العظيم تلاتة أنا بعمل خير يا باشا لا يحصى ولا يعد، وتقدر حضرتك تسأل كل الوسط الفني. يرضيك يعني إنك أنت تقف في طريق بني آدم عرفت ربنا وبتتوب؟ وبعدين بقى إحنا آسفين جدا يا حسام بيه، إحنا ما نقصدش نوجع قلبك بالكلام ده أو نضايقك. أنا عارفة إنك أنت حاسس بيا. أنا إحساسي يا حسام، قصدي يا حسام بيه، عمره ما خيب. أنت بجد بني آدم وإنسان بجد. طب أنا من ساعة ما شفتك. خلاص يعني، خلاص كفاية أرجوك، كفاية، أنا تعبت فعلا. توفيق بيه، شيل الشنطة بتاعتك وحط مكانها 5 مليون. إيه؟
واجيبهم منين دلوقتي ال5 مليون دول؟ تجيبهم منين يا باشا؟ انا برضو اللي هقول لك، من تحت السرير بتبقى في شنطه عند كل رجل اعمال مصري ناجح واعي يتحسب للظروف. في الشنطه المصري اهي، وجنبها شنطه الدولارات عشان اي مطب، اي زواغان، اي طيران، اي عرض رشوه. ارجوكم خدوا قراركم وقولوا لي قبل ما افوق من اللحظه الحلوه دي وارجع لنفسي. قوم قوم يا توفيق، هات الفلوس، بطل تهريج، قوم بقى. حاضر حاضر. بس سعادتك هتسيب الكاميرات يعني؟ علشان كله يا باشا هيفضل في مكانه، وحتى الفوتوغرافيا اللي خدتها المساعده بتاعتي هسلمها لك وفوقيها بوسه زي ما دخلت. هخرج مش هاخد معايا بس غير عادل ياسين. عادل؟ اه طبعا يا باشا، ده الراجل بتاعنا، ولازم له قرصه ودن صغيره علشان يبطل بعد كده يلعب مع المشايخ ويتشقى مع الحريم. الحمد لله على السلامة. Thank you. Anytime darling. 8/10. طب كويس الحمد لله. لا مش كويس. أنا قصدي بالنسبة لتاني مرة يعني. لا مش كويس، وتاني مرة زي 1000. أنت هنا بترقصي على خيط حرير متشعلق من سقف جهنم، قادرة توزني جسمك على الرقصة دي كمليها، مش قادرة أرجعك مطرح مجد. لا قادرة، قادرة بإذن الله. الخواجاية لما يعجبها الراجل تبقى عايزاها، ما بتحذفش بقى جسمها عليه وتسهوك صوتها وتسبل عينيها بالطريقة البلدي بتاعت نسوان الحواري عوالم الهرم. أيوة ما أنا قلت يعني. ما تقطعيش. حاضر. ما أنا قلت، ما أنا قلت دي يا دودو معناها إنك شغلت دماغك، وأنا أذكر إن إحنا عقدنا اتفاقاً صريحاً بخصوص دماغك. كان إيه؟ أحطها في كيس بلاستيك وأرميها في صفحة الزبالة. هايل، نقولها مرة كمان؟ حاضر، أحطها في كيس بلاستيك وأرميها في صفحة الزبالة. كل حاجة في الأول بتبقى صعبة، وبعد كده طبعاً بنتعلم، المهم إنه في النهاية في أمل. أستاذ جابر مثلاً راجل عصامي جابها من تحت دلوقتي ما شاء الله، يعني شوف النزاهة. انت طبعا عارف المعزة صح؟ انا ايه بالنسبة لك؟ راجل انت كل حاجة عندي يعني، انا مؤاخذة انت المربيني من وانا عيل صغير. جابر لما عينك تزوغ على المزة اللي بتشتغل معاك يبقى تدب ايدك الكريمة دي في عينك، تقلعها وتحطها في كيس بلاستيك وترمي الكيس في نفس صفيحة الزبالة. تمام يا خواجة. طبعا كلنا عارفين ان انا احب اقول الحاجه مره واحده. هو الخواجه كده، الوش يتلبس في ثانيه ويتقلع في ثانيه، ومستحيل تعرف. انا غير من واحده زي دي؟ ده انا لو جت لا 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 جزمتي. ايه ده يا ريس؟ ايه الموضوع بسيط جدا. اتفضل استريح، خد واجبك كده وهدي اعضائك. موسى ما تضلميش بقى القعده. هديت. طيب هاكل ولا انام على لحم بطني وانا ما اكلتش حاجه من الصبح وشغال وتعبان؟ ما صعبتش عليكي خالص خالص؟ صعبت بقى. طب يلا يلا عشان عايز ابص على التقرير. خلاص هاتي زيت. بلع وطعم على اساس انه تشكيل اجنبي مزوع عليهم من بره، وإن الحكاية سياسة مش نصب وفلوس. وصاحبة الجلالة الصحافة، طمنيني. طبعاً ما صدقوا لقوا عاد ما يجروا عليها كلهم. أوه. اللي بيخطف حتة من الداخلية، واللي بيهبر هبرة من الإخوان. أوه. وفي جزء كبير من الإعلام بيروج لفكرة إن عادل ياسين تم تصفيته من الداخلية، مش هو اللي انتحر. حلو ده. وإيه اللي حلو؟ لا طبعاً الداخلية واصلة لأعلى مرحلة من مراحل الغليان. هو ده الحلو بعينه. غليان العقل وقف، الرؤية بقت ضباب. يا ادم يا حبيبي، انا فاهمة ان انت سلخت عادل ياسين علشان تتوهم، بس برضو العقل بيقول ان احنا مش المفروض نقرب من النمر وهو مجروح، ولا ايه؟ لا ده نمر عليه بقى هو. نمر ايه بس؟ انا بتكلم كلام عقلي يا ادم. بقول لك يا خواجة، بعد اذنك يعني ممكن سؤال؟ هو في كده يا ماما؟ انا حاولت افهمها ان كده غلط، سهتني وعملتها برضو. خلاص علي بقى عشان الليلة تعدي. سيبها سيبها سيبها، عادي عادي عادي. اهو قال عادي، ما حصلش حاجه. هو حضرتك يعني مش كنت اكدت عليا قبل كده وقلت لي بيت يا دودو ما تخليش في قلبك حاجه، واي حاجه تحيرك في الشغل تيجي بسرعه وتساليني؟
ايوه صح حصل. هو يعني بغض النظر طبعا عن الطريقه واسلوب الهجامين اللي دخلنا بيه ده، انما البنت من حقها تسال عشان تعرف. الله يخليك ليا يا رب، قصدي لينا كلنا يعني. انا بس كنت عايزه افهم، بنام خدنا اللي احنا عايزينه وطلعنا بمصلحه زي الفل، كان ايه لزوم بقى نقلب الداخليه علينا ونفضحهم الفضيحه السخنه دي؟ لا صاحبك بص، سؤال مهم ومحير فعلا. حقها، انت مش قلت عادي؟ اتفضل يا فندم، منور المحكمه ورايح الزبون. تمام. بص يا دودو، اولا ايه، سيب بقى من البهواقه دي ونركز كده مع بعض. المفروض ان انت ممثله شاطره، كان امنيه حياتك ابقى نجمه كبيره لولا، صح مش هو ده؟ او ربنا، ورفضوني عشان ماليش واسطه في المعهد، صح؟ عارفين احنا القصه دي. بصي بقى، انت فاكره عمك عبد الفتاح القصري لما كان بيقول انا حرامي انما الذوق انسداد، صح؟ يا سلام عليه، ده كان استاذ. هو احنا بقى عملنا كده بالظبط يا دودو. الكلب اللي انتحر امبارح ده افترى على ناس كتير قوي، ومدام طلعنا قرشين حلوين الحمد لله، يبقى ما فيش مانع شويه انسانيه، نفش غل اللي اتظلم، نفرح الغلابه، مش كده ولا ايه؟ اصحى. ايه يا عم ده؟ انت ملونه شاب النسيم؟ يا نوسه يا جامد، مقبره كامله، جابوا الخريطه بتاعتها من موظف كبير في الهيئه. الحفر بعد بكره، بس فين في ابشواي دي؟ معلش، ابشواي 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 اي بي شواي ابشواي. خلاص يا ادم خلاص ستي، احنا نمسح ابشواي حته حته، سنتي سنتي بس. برضو لو كنت زرعتي مايك صغنون في اي حته. مستحيل يا ادم، وبعدين هو انت فاكر ان انا هفوت فرصه مهمه زي دي؟ ثم انا جبت لك الخريطه اهي، حاجه كروكي كده. ده البتاع اللي قاعد فيها الراجل ده ولا سكنه عسكريه، تحس انه مش عارف كلاب من هنا وحراس من هنا واسلحه من هنا، من المدخل والمخرج و... طيب طيب، مين المحروس؟ ده الاستاذ عوض حماد، سكرتيره الشخصي، او من الاخر كده خزنه العوق والكلاكيع. تمام. تفتكري هو ده اللي هيحضر للحفر ولا مع ناس تانية؟ كشف اثري عظيم، بليز فولو مي. يس، هذا الكشف العظيم الذي سوف يسجل بخيوط من ذهب على صفحات مزرعه البياض. Now we're talking about a tomb، مقبره اكتشفت. يا باشا يا باشا، مصيبه سودا وحطت فوق روسنا. الراجل ده اللي بيطلع في التلفزيون بتاع الاثار المشهور ده جهنه، ايوه جهنه، ومعاه جيش جرار، ايش صحافه على خواجات على كاميرات وليله غبره. مشهور مين يا ولد بتاع مين؟ مشهور ايه ده؟ مفيش مخلوق في الدنيا يعرف حاجه عن المصري. هذا الانسان المصري، هذا هو الشخص الذي يشكل حجر الزاوية وراء كل كشف وراء كل إنجاز. أرجوك بص للكاميرا، بص للكاميرا. لا، هذا ليس وقت الحياة المصري الجميل يا ابن البلد يا صديقي. انظر إلى الكاميرا وقل نعم، أنا حفيد هؤلاء البنائين والحفارين العظماء. نحن نقف الآن نقول أمام العالم كله نعم، هذا هو ابن البلد. حبيبي بص للكاميرا، التسيير. يا باشا يا باشا، معايا مكالمة مهمة. وما هو أهم مما نحن فيه الآن؟ ما هو أهم من هذه اللحظة؟ أرجوك أرجوك حبيبي، انظر إلى الكاميرا، انظر. ألو ألو، أوعك ده. ألو يا خال الحقني، انا هنضيع. نعم، he says it in very simple and poetic way. I am getting lost. He's not talking about us. No, the nation is getting up, but he slowly goes down. نعم. ما تسيب بقى الموبايل وتبص للكاميرا من احترام يعني للناس اللي واقف معاهم دول. يا بيه ما انا محترم، هنعمل ايه تاني يعني؟ فاين، هنصلي فوق ركعتين. هذا الوجه، هذه الملامح التي نسميها بالملامح المصريه الاصيله. انظر هنا هنا الى الكاميرا. You can find it on every statue from here to Luxor. Look at him. Look at this depth. Look at this map on his face.
نعم نعم نستطيع الآن أن نقول معا مصر شافت وشالت فوق طاقتها وهذا يرضي من؟ شكرا. Thank you for sharing us this wonderful moment. وشك حلو عليا. 10/10 بازوكا. سعادتك انا تقيل وربنا، بس انت مش واخد بالك معايا. الجماعه اللي تحت دول بقى كده ايه؟ ياخدوا لهم مثلا تلت ساعه، نص ساعه، هم فاهمين ان شرطه الاثار حصل المكان. سيبهم براحتهم خالص وبعد كده انت ايه؟ يعني داب اختفى. قشطه يا ريس. طب انت هترميني بقى عند عربيتي والخواجات دول انت جايبهم منين اساسا؟ بعره ولا ايه؟ من كوارش اللي في الهرم. بس تقبضهم صح بقى، ده خبيئه ونيله كله متحاسب وقافشين كويس. لا انت ما تخافش عليه. ماشي يا بازوكا. طب بقول لك بالنسبه لليان، اليان اليان هي ممكن بقى طبعا تاخد نمره التليفون الاسود. اوروبا الشرقيه برضو 100 100 يا ريس. مهم قوي ننوع دايما مصادر السلاح. سلام يا بازوكا. سلام يا ريس. يا باشا انا مش عارف اخرج، خدوا مننا البطايق، جال عشان يدونا جوائز ومكافآت ونينا سودة. شرطة الساحة حاطة المكان كله، اعمل ايه انا دلوقتي؟ اللي تعمل ميت يا روح امك، تعمل ميت. والشريحة اللي بتتكلم منها دي تدفنها تحت رجليك. وياك اياك تقرب ناحية الفيلا. يا خال يا خال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحب يا مرحب. اهلا اهلا. تعال يا عبد الرحمن. تفضل تفضل يا رجال. تفضل استريح يا حاج صالح. ما تاخذنيش يا فريد بيه، ما بقاش وقت للراحة والنظافة. استريح من السكة وتاخد واجبك. نرتاح ممكن، ما يجراش. إنما الواجب يا فريد بيه، الواجب أنا اللي جاي أقدمهولك، مش أخده منيك. الواجب تقدمهولي أنا؟ معلوم يا واد عمي. طب اتفضل، اتفضل. اتفضل. يا مرحب يا مرحب. يا مرحب بيك يا فريد بيه. ايه ده يا حاج صالح؟ دول المساخيط يا فريد بيه. المساخيط اللي بعت رجالتك ينبشوا دار صابر العزبي عشان يلاقوها. مقبره عمرانه ما شاء الله. مد ايدك، مد ايدك يا فريد بيه. متع نظرك بخير لاجداد. حاجه عظيمه خالص. جاتك ازاي دي؟ جاتني بالخيانه. خيانه؟ قال لك الخاين اليومين دول اسمه ايه يا عبد الرحمن؟ قلنا له اسمه عوض حماد يا اخويا. اسمه عوض حماد يا ولد عمي. عوض؟ معلوم عوض. عوض اللي انت امنته على الحفر وعلى الخريطه، عينه زاغت على الكنز، وقال لك يلهف الجمل بما عمل، ولا مؤاخذه يعني يضحك عليك. لا عوض الضغط ما يعملش كده، ده انا مربيه على ايدي. او غدر يا فريد بيه، غدر. كان المونس مع التاجر يحضر الحفر ويدفع ويشيل على راس الميت ويقول لك الصحافه وتلفزيون وابصريه وما ادري ايه موال عبيط كده عشان يعني تنسى الموضوع من اصل. يا ابن ال... لكن انت حظك زين يا فريد بيه، حظك زين يا سعادة النايب. التاجر اللي اتفق معاه رجلنا ومنينا، جانا يدينا نصيبنا من المساخيط، وقال لي ان الشغلانة دي كلها كانت لحسابك. انت خابر يا جناب السيناتور ان الارض دي ورثنا ابا عن تاسع جد. خابر يا حاج صالح، خابر. أم أنت خابر يا واد عمي. ما جيتش ليه؟ وبلغتنا وإحنا نخلصها لك. ما أنتش مأمن على سمعتك ومالك وسط ناسك وبلدياتك.
ومأمن عليهم مع الغريب. حقك عليا يا حاج صالح. خد مالك يا واد عمي، خد مالك وخليك واعي لصبيانك بعد كده. احنا عاوزين القعدة الجاية نتكلموا في المفيد، في البرلمان. احنا ورانا روس تسد عين الشمس، اعتبرها من النهاردة أصوات جديدة بجيبك الجواني. خد مالك يا واد عمي. جميلك في رقبتي يا حاج صالح. عيب عيب يا ولد عمي، حقنا وصل ومحبة الرجال كنوز. سنتك يا فريد بيه. تشكر يا خال. سنتك يا عبد الرحمن. حبيبي يا خواجه، وعليا النعمه انت حبيبي وحياتي كلها وقدوتي كمان. يا ولا يا ولا اموت بس واعرف انت عرفت منين انه مش هيعرف ان التماثيل دي مضروبه. لا لسه بدري عليك يا عم جابر، ذاكر بس كويس وخد البكالوريا وساعتها هتعرف. جابر من يوم ما اخد الدبلوم وحلف ما يفتح كتاب تاني. قلت لك يا برنس ارحمني من المذاكره، ابوس ايدك وفطمني. يا دي النيله انت لحد دلوقتي ما اتفطمتش كمان. حبيبي يا برنس. ركز في الترس اللي يخصك يا جابر، وما تسالش العجله بتدور ازاي. جهزت الزبون بتاع المساخيط؟ جاهز يا ريس، جاهز من زمان، يومين بالكتير وهيكون كله تمام التمام. يومين ايه يا ابني؟ 24 ساعه بالكتير ويكون قدامي. يومين يكون الحوار ده كله وصل الداخليه وتكون قلبت سوق الاثار نفر نفر، ومفيش تاجر هيقدر يشتري في الجو المكهرب ده. هو فريد خطاب بجلاله قدره هيفضح نفسه في جرسه زي دي؟ لا يا قطة، مش فريد هو اللي هيبلغ، الجماعة اللي هو متجوزها في الضلمة هتاخدها الجلالة وتسأل حبايبها في الداخلية يدوروا علينا في وسط نصابين الآثار. وضحت كده؟ وضحت؟ تمام. مش عايز حد بقى يناير معايا كل شوية ويقرفني ويتفلسف عليا ويتفزلك. اوف يا هنا حاجة تقرف. الكلب جبته من حواك بقى حتة الحجر اللي مدفونة في بطن الصحراء واللي ما تستاهلش تمن العفرة اللي عليها. يندفع فيها الملايين دي كلها ارزاق. ده عندك انت، انما عند الخواجات يدفع فيها مال قارون. يا ولد على الإضافة العبقرية. ايه ده؟ ايه يا بنت النصاحة دي؟ عجبتك؟ يا سلام، فلحة فلحة. ما هو ده سؤالي، هو ده السؤال. ايه اللي يخلي الخواجه يتشحطط سفر وسياحه ويجي على الصحراء والصهد والزحمه والخنقه والبقشيش علشان يستمتع بالسنو ده؟ ايه؟ اقول لك، عشان عبق التاريخ، ريحه الزمن، عبقريه الاجداد، حاجه كده بتتحس بالقلب وبالمشاعر. ده اللي عنده قلب يعني. يا سلام، مفيش سكة أمشي فيها إلا لما لقيتي غرزالي كمين. تصدقي إن أتقل كلمة على قلبي هي إيه؟ شوية القلب والمشاعر زيادة أوفر مبالغة، كله بيفتي. في إيه يا جماعة؟ حتة لحمة وعندنا كلنا إيه؟ تعبانة في إيه؟ لما هي حتة لحمة وعندنا كلنا والمشاعر دي كلام فاضي. اديت هواي دليل عملية وهي ما اشتغلتش، ولما جيت سألتك قلت لي أصلها غلبانة، أصلها محتاجة فلوس، خليها تفرح شوية. ولا هو على هواي ده في مشاعر وفي قلب، وعلي أنا بس حتة لحمة أرزاق. انت بتقول ايه يا جابر؟ الله يخرب بيتك، بتقول ايه؟ مش عارف يا خواجة، مش راكبة معايا، هتجنن. انت يا ابني مش كنت معايا النهارده واديتها الفلوس وسبتها الساعه 4؟
ونبهت عليها ما تروحش اي حته من غير اذن. وبعدين مفيش، من ساعه اخدت البيان من الواد بتاع المديريه باسماء البنات اللي اتقفشوا واتحجزوا في الاسام، اول ما قال لي على اسمها جريت على الاسم وتاكدت بنفسي. يعني ايه؟ حد جاب اسمها مثلا وعرفوا مكان الشقه اللي خدناها لها وراح قفشوها من هناك؟ شقه ايه يا خواجه اللي خدناها لها؟ بقول لك اتقفشت في شقه في جاردن سيتي. نعم، يعني ايه؟ تهبلت دي ولا سكرت ولا تنيلت على عين ابوها؟ اسمه ايه معاون البحث؟ فؤاد مسعود، ظابط حقنه وشغله زي السم. فؤاد مسعود هتترحل على المديريه ولا على النيابه؟ مادي حتبات وهتتعرض الصبح. طريقه المحضر؟ يعني تخطيف كده، ما الجو كان ملبش والامين مزنوق. تخطيف كده؟ انت مالك بتكلمني ببرود ونزاهه كده؟ اتفضل. انا مالي؟ طب انا اعمل ايه؟ اتفضل. كل اعرف كلكم. فؤاد مسعود، فؤاد بيه مسعود، اهلا وسهلا. ايه يا نوسه؟ ما ترديش على التليفون ليه؟ لا انا في ايفنت. لا ردي بسرعه. حاضر. ركزي معايا. طيب حاضر. فؤاد مسعود، مباحث قصر النيل، ساعه زمن، تجيبي لي اي معلومات عنه، اي معلومات من الاخر، بياكل نسوانجي، له مصلحه في اي حته، اي معلومات يا نوسه، ان شاء الله حتى مقاس جزمته. هو فين؟ باشا باشا. هو فين؟ فين اللي مشغلك انت كمان؟ في الجنينه طبعا يا باشا. الباشا في الجنينه لوحده؟ طبعا لوحده. طب خليلي القهوه جوه وهو حد يخش علينا مهما حصل، فاهمه؟ من عينيا الاثنين. انصراف. تمام يا باشا. ميرسي يا حبيبي انك جيت، انا مش عارفه لو ما جيتش كنت عملت ايه. انا اقدر ما اجيش، انا اقدر ما اجيش بقى، انا اسيبك انت وعمتك في البهدله دي واقفه اتفرج يعني ليه؟ حسن حسن، والمصحف الشريف، والمصحف الشريف، لو ما جبت لي حقي ما انا قاعد في البيت ده ولا دقيقه واحده. معاش ولا كان يا شهيره اللي خرجك من البيت ده ليه؟ هي عيلة صنايع ما فيهاش رجاله ولا حاجه؟ لا ده احنا رجاله قوي. لا والنبي والنبي ما تشد معايا. بصي يعني لا أنا... بصي اشد ما اشدش، انت بالذات ما تتدخليش، تلاقي الكراسي بتطير في الجنينه، الشجر بيتخلع، خرطوم الجنينه بيرش ميه، مهما حصل اوعي تدخلي، فاهمه؟ ليه يا سايبه؟ بس اهو جاله حسن. حبسه كده. تحب اجيب ليمون لسعادتك فريش يروق اعصابك كده ويهديك؟ لا لا بالسيف يا فندم، انا كبسوله دي هتريح لي دلوقتي. انا اسف جدا الحقيقه، انا بس مضغوط قوي والصدمه تلفت اعصابي. كل مشكله وليها الف حل يا حسين بيه. بس حضرتك تقصد ايه بالصدمه دي؟ هي المشكله دي حصلت هنا في دايره قصر النيل؟ طيب موجوده في الاسم نفسه. موجودة في الاسم نفسه؟ الشبكة اللي ساعدتك ظبطها النهارده هتروح بكرة الصبح على النيابة. شبكة؟ حضرتك تقصد شبكة الأداب؟ طب وأنت إيه علاقتك بحاجة زي دي؟ الشقة بتاعتك؟ أجرتها لحد وشغلها من وراك؟ أنا التحريات اللي عندي كلها بتقول إن الشقة متأجرة. لا لا يا فندم، لا أمال إيه اللي وقعك في مصيبة زي دي؟ مراتي. ايه؟ اهدى بس يا حسين بيه، مش كده؟ ازاي بس يا فندم ازاي؟ كويس قوي ان انا لسه واقفه رجليا وقادر اتكلم مع سعادتك. يا فندم انا في جحيم، جحيم مفيش مخلوق ممكن استحمله، عايش فيه بقالي 3 سنين. حضرتك عايش في الموضوع ده بقالك 3 سنين؟ امبارح بس يا فندم صرفت دم قلبي علشان الاقي حل، مفيش فايده. $1,200,000 راحوا على الوهم، قالوا حاله نادره من حالات السكيزوفرينيا، وبعد كده لا ده هيستيريا انشقاقيه، وديتها لندن كلينيك، لفيت بيها على المصحات النفسيه في العالم، مفيش فايده. قلت خلاص عيست، وبعدين قالوا يمكن يكون سحر. قلت سحر؟ اي امل يا فندم امسك فيه؟ اي امل؟ رحت لاكبر المشايخ، زليت نفسي للدجالين والنصابين بتوع العزب والعشوائيات، رحت للصحراء بتوع المغرب والهند وعمان. تصور سعادتك ان امن الدوله
قصدوا لقاء بيني وبين واحد من النصابين كان عيبالي الزبق الأحمر على أساس أنه هو ده الحل. وبعدين؟ ربنا ستر، واحد قريبي في الأمن القومي اتدخل قبل التقييم ما يتصعد للوزارة. طب ليه كده يا باشا؟ معلش يعني ما تزعلش مني، حضرتك بتدمر نفسك وتعرض حياتك للضياع. واحدة ست مطيورة ومخها ضارب وملوش حل، ما ترميها في الشارع وتخلص منها. ازاي بس يا فؤاد بيه؟ زي الناس يا حسين بيه. ما هي لو اختك ولا من دمك كنا قلنا ماشي، قدرك وملكش فيه. انما الزوجه ما تعرش يا حسين بيه، كل اللي بينك وبينها ورقه تتقطع ومات الكلام. ولادي يا فؤاد بيه، انا مخلف منها ولد وبنت لسه عليهم ما فتحتش على الدنيا، هما كل حياتي، والمصيبه انهم متعلقين بيها وبيحبوها حب جنوني. يحبوها ازاي بس وهي غايبه عن الدنيا كده؟ يا فندم لو كانت دي حاله دايمه انا كنت حجزتها في اي مصحه. المشكله انها حاله طارئه بتحصل بقى كل شهرين ثلاثه ومفيش ليها اي اعراض مبكره تدينا انذار. ولما الحاله دي بتيجي بيحصل ايه بالظبط؟ بتسهل كل وتختفي عن الوجود في ثواني، وتلبس الوش الجديد وانا وحظي بقى تطلع مدمنه في صاله الديسكو بتاخد كوكايين، او تطلع ريكلام في نايت كلاب مشبوه بتفتح للزباين، او شاذة بترقص بالدم مع عبدة الشيطان، او بنت ليل في شقه مفروشه. مش ممكن، انا حاسس اني بتفرج على فيلم اجنبي ومش عارف. فيلم رعب يا اخوات بيه، رعب. ولو حصل انها طحلت على النيابه ومحضر رسمي تبقى دي النهايه بقى سويه ليا ولولادي يا فندم. انا اسف بس اهدى بس يا حسين بيه، انا مش عارف اقول ايه الحقيقه. ارجوك. انا اسف يا فندم، انا عمري في حياتي ما تخيلت ان انا ممكن اطلب طلب زي ده من ضابط بوليس. بس اعمل ايه؟ اعمل ايه وانا شايف حياتي ومستقبلي وسمعة ولادي وهما بينهاروا قدامي، ومحدش هيعذر يا فندم، ومحدش هيقول انها مريضه نفسيه، محدش هيصدق، لا صحافه هترحم ولا الوزاره هتاخد التقارير النفسيه والخزعبلات. كل هينهش في لحمي، كل هيقطع في سمعتي. انا اتحرق، انا مش مهم، انا في 60 دقيقه، لكن ولادي يا فندم، ولادي هيعيشوا ازاي في وسط ناس بتشاور عليهم وبتقول امهم أنا آسف. لا يا حسين بيه أرجوك، امسك نفسك شوية الله يخليك، مفيش حاجة من دي هتحصل صدقني. ناجي يا ناجي، اهدى بس يا حسين بيه، واسمح لي يعني أعمل إجراء صغير كده للإطمئنان مش أكتر. يا فندم أعمل كل إجراءاتك، اكشف على اسمها في المديرية في الآداب، لو لقيت عليها أي حاجة. لا لا لا، ده حاجة أبسط من كده بكتير. سبحان الله، ما كنا بقر من شوية قوم كده تستتنا. خير يا باشا؟ ارمي اللي بقى البوك دي، سيبها يا ناجي مالكش فيه. تمام سعادة. عارفة مين ده يا هويدا؟ لا يا باشا معرفوش. هويدا، بعد إذنك يا حسين بيه، ركزي كده شوية يا هويدا، يمكن تكوني تعرفيه ولا حاجة ولا يا باشا. من غير ما ركز، أنا عارفة نفسي كويس، ولا مؤاخذة يعني النشا البهواتي دي وجو الجرفطات الملزقة ما بيجيش معايا صراحة كده، ما بحسهمش. كفاية بقى يا بيضة، هروح عليك. أنا حسين جوزك. جوزي ده مين يا الدلعادي؟ لا يا باشا سامحني، السكاتي بالذات لا هي ولا ملعب. كار ايه وملعب ايه يا ست انتي؟ ده حسين بيه جوزك، ابو عيالك. والمفروض بقى اخش في المود والبس الحالة لزوم المأمورية. مأمورية ايه بس يا هويدا؟ هم عليكي، فوقي، ابوس ايدك تفوقي. فايقة ومركزة وقريعة من الاخر. حمدي قدام سعادتك على ملف الارشاد، واروح في ايد الباشا انجاجيه يلف بيا على بهوات الحكومه، اسهر وادلع وعبالكم فضايحهم على سيديات تتحط في امن الدوله. لا يا باشا سامحني، انا امتص سنتين في القناطر ولا اني عيش العمر كله عظمه للكلاب. بس بقى دمرتيني ودمرت نفسك يا مجنونه. اوعى ايدك يا جدعان، انت سيبني الله. سيبك لحد امتى؟ سيبك لحد امتى بس يا هويدا؟
لحد ما تذبحي ولادك تحكمي عليهم بالعار. ولادي مين؟ انا ماليش ولاد. ماليش ولاد؟ وايده وليد وساندي. يا وايده ما اعرفهمش. مين دول؟ ما تعرفهمش؟ ما تعرفيش روحك؟ ما تعرفيش النار اللي بتولع في جسمك لما ابنك بترتفع حرارته نص درجه؟ ما تعرفيش المشوار اللي بتروحي لباريه علشان تجيبي لبنتك فستان في عيد ميلادها؟ ما تعرفيش الكاريبيان، ميامي، بريتش سكول؟ ما تعرفيش المصور اللي جبتيه من اخر الدنيا علشان يعمل لبنتك بورتريه على غلاف مجله بنتك ساندي اللي قاعده دلوقتي مستنيه مامتها ترجع من فرح في الشيراتون في ايدي وانا جاي عشان اخدها من حضن راجل تاني شقه دعاء؟ بنتي ساندي حبيبة ماما. مالك يا حسين؟ في ايه؟ يا الله يا الله. مالك يا حسين؟ ايه يا حبيبي اللي حصل؟ في ايه؟ مش عارف. الحمد لله الحمد لله. سويت مين ده يا حسين؟ وايه المكان ده؟ وايه اللي ملبسني كده؟ ما تقلقيش يا هوايد هان، انا المقدم فؤاد مسعود رئيس المباحث. مباحث؟ يا نهار اسود. بنتي ساندي جرالها يا حسين؟ ما فيش حاجه. ساندي بخير، ساندي بخير، كلنا بخير الحمد لله الحمد لله. بخير ازاي؟ امال انت اللي جايبني هنا؟ وكنت ماسك صورة البنت. اتخطفت يا حسين، اتخطفت. لا يا حبيبي، انت اللي اتخطفتي يا هوايه حالي، وكنت هتضيعي خلاص لولا لطف ربنا وساتر عليكي. واحدة زيك المفروض تشكر ربنا ليل ونهار لوجودها في عصمة راجل بالنبل والوفاء ده كله. مش قادرة أصدق يا حسين، مش قادرة أصدق إني عملته في نفسي كده. حصل خير يا حبيبي، إحنا دلوقتي بس نروح البيت وأنا هطلع عين أمك. مصحف الشريف غصب عني. طبعا 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 غصب عنك، ده مرض مرض ولازم تخفي منه. حسين بيه اسود ومنيل. اجمالي يا بنت ما تلاقيش، دي الفاتورة. بعد إذنك ثانية واحدة. مش عارف اقول ايه في موقف زي ده، وما كانش ينفع يعني اتكلم قدام المدام. خير يا فندم؟ وقعت قلبي. عن ساعتك مشكله في العرض على النيابه؟ لا يا باشا اطمن، انا سلخت اسمها من الورق كله. امال ايه يا نهار اسود؟ الصحافه شمت خبر؟ يا باشا اطمن، مفيش الكلام ده خالص. الموضوع ملوش اي علاقه بالمدام، انا بس اللي كان ليا طلب صغير كده عند حضرتك وكنت متردد ان اقوله لسعادتك. يا باشا حرام عليك، انا دمي هرب. اعذرني يا حسين بيه، الموقف اصله تقيل عليا شويه وما كنتش احب اتكلم فيه في توقيت زي ده. توقيت ايه؟ حضرتك تقصد يعني علشان ما ينفعش يا حسين بيه ابوظ اللي عملته مع سعادتك بفكره المصالح والمنفعه وهات وخد. ربنا يعلم انا حبيتك قد ايه وتعاطفت معاك وقدمت المساعده دي من قلبي، مش علشان طلب ولا حاجه. يا باشا انت تطلب نور عينيا، بالعكس ده كده حضرتك خدمتني بزياده علشان هتديني فرصه ان انا ارد جزء من جميلك، بدل ما كنت طالع من هنا حاسس ان انا مديون للدنيا كلها. تصدق انا لو رئيس البلد دي كنت قعدتك في كرسي الوزاره لحد ما تزهق مني. يا فؤاد بيه، طلبك امر مش فكره مصالح ومنفعه كلام الفاضي ده. اؤمرني، ليك ايه في الخارجيه؟ اخويا يا فندم خريج تجاره انجلش وقدم في الخارجيه السنه دي،
وسقنا عليهم طوب الارض بس ما حصلش نصيب. قالوا انه محتاج مستوى بروفيشنال في لغه تانية غير الانجليزي. وبعدين سمعنا كلام طشاش كده يعني عن ايوه اختبار تكميلي بعد شهرين بالظبط كده سعادتك. طيب اسمه ايه من فضلك؟ محمد علي مصطفى مسعود. محمد علي مصطفى مسعود. مصطفى مسعود تمام. تجارة انجليش دفعة 2009 تقدير عام جيد مرتفع. تمام. طيب ده الكارت بتاعي. يوم السبت بإذن الله هتشرفني حضرتك ومعاك الأستاذ محمد في مكتبي في ديوان عام الوزارة، وهستأذن حضرتك أن الأستاذ محمد يجي لابس أحسن بدلة عنده علشان هيخش على معالي الوزير في انترفيو خاص. لو اسم الأستاذ محمد مسعود ما كانش موجود في أول القرار الجديد أنا هقدم استقالتي. تسلم إيدك يا باشا. أنا بصراحة مش عارف أقول لسعادتك إيه. تقولش أي حاجة في وقت دي. تقولي إيه بس، ده شرف الخارجية كلها. حاجة ابن حلال بجد يعني. سبحان الله، شوف ربنا عمل الفيلم ده كله علشان حضرتك. تتحرك الضابط كلامك بتحكي طبعا. ما انت سافله وواطيه وتلبيت. حكي يا واطيه، انت فاكره نفسك فين يا بنت انت؟ ها فاكره نفسك فين؟ قاعده مع شويه صيع وبلطجيه تقلبي عيشك تاخدي حسنتك واخر الليل تسرحي على الشقق والعوامات. وانا والله ما كنت بسرح، ده انا كنت رايحه عشان البنت. خرجتي من غير اذني ولا خرجتيش يا حيوانه؟ خرجت بس والله العظيم. لا ما تلزمنيش، اسبابك كلها ما تلزمنيش. رحت عشان تحيي سهرة حمراء وتطلع الزباين يرمولك في الاخر ربع جنيه او تعملي عمل بطولي تنقذي صاحبتك من كبسه حكومه. كل ده انا ما يخرج. ابوس ايدك ابوس ايدك. اسمعني طيب، مش انت طلبت من جابر ان هو يخلي بالهم من بتوعنا ده عشان اسمي ما يجيش ما بينهم؟ جابر. جابر قلتيلي. شفت بقى، ما انت لو كنت اديتني فرصه دقيقه واحده اتكلم من ساعه لما خرجنا من الاسم كنت فهمتك على كل حاجه. اهي البنت الساره دي بالذات لو كانت اتقفشت كانت هتقرب اسمي على طول. لا يا دود، انت كده بتصيع عليا وبتكدبي. لو ربنا ابدا. كدابه يا دود. لو فعلا انت خايفه ان اسمك يسمع في الاداب، ها جريتي عليا وبلغتيني انا مش كده ولا ايه يا دودو؟ يعني تكسبي بونت، نكبر مساحه الثقه اللي بينا، تحسسيني انك يعني بايعه الدنيا كلها وشاريه وجودك معانا. لكن ازاي؟ ازاي يعني بقى انت هتبيعي صاحباتك عشره العمر بتوع ال تعملي ايه؟ تسحبي النغه ده عادي على حجرك مش كده؟ اسحبي منه المعلومة تصرفوا من ورايا مش كده ولا ايه؟ انقاذا العيش والملح يا خواجة. لا انت تغرس خالص. لسه حسابك ما جاش. لسه حسابك معايا يا سيرومي. طيب ساعة زمن تكون روحت شقة الهانم لميت كل حاجتها وتيجي ترمي عيالي هنا، ما عنديش أي مانع بقى وأنت في السكة تحضن حاجتها أوي، ها؟ تشمشم فيها، تبكي بغزارة، تعيط على هواها العليل عشان أنت مش هتشمه تاني الفترة الجاية، مش هتشوفها غير في الشغل عشان الشقة دي هتتقفل والهانم هتيجي تترزع تقعد معايا هنا. تترزع هنا ازاي يا ادم؟ زي الناس يا ماما. ايه؟ مالك يا حلوه؟ ايه غيرانه؟ تفضلي روحي عند امك اللي امي حاجتك انت كمان وتيجي تتلقحي جنبها وما شاء الله البيت يسع من البهايم الف. ده منظر ناس هتثبت البشر وتثبت الحكومة. جاتكم 60 نيلة في غبائكم.
باقيين على مين يا شويه بار؟ على مين؟ على واحده صاحبتك مشيت معاكي في سكه الذل، اكلتي معاها لقمه عبيد. انت هبله يا بنت، انت فاكره لو هي مكانك هتروح ترمي نفسها في النار علشان تتصل؟ كانت هتبيع بجوزين جزم عشان تتمخطر وتتعاين. يا نور الشوق، الحب اوانه جه؟ ها قلبك دق يا خروف؟ ولانك دلدلت تنيت لمؤاخذه رجليك عشان الهانم تنبسط وتدلعك؟ ركبت تحفه، ركبت ودلدلت رجليها انبسط. ايه هانم؟ ايه اللي حصل؟ هاج غيرانه علشان المزه اللي دخلت عليكي زحمتك في الراجل اللي انت عشتيه؟ على اساس يعني انه الراجل ده لو لقى مصلحته مع واحده تانية قلبه هيمنعه من الخيانه؟ مش هيروح لها؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا ادم؟ بقول ان العصفور الكيوت الامور ده اللي انا باكله لو فتحت له باب القفص هيبيعني في ثانيه اشتري حريته، ويبيع الوليفة السخيفة دي والقطرة. فين المنايل ده المدلع الكسلان؟ لو شافني لانشون هياكلني، وانا والله لو ليا في القطط كنت شويت امه. لو انتوا عاوزين تعرفوا الدنيا اتفضلوا اطلعوا بره، تعدوا من الخنازير. ها ونفتكر تقعدوا من كلاب السكك يا روميو، بتعبين بتاع كل يوم الحنين، بس على شرط اللي هيعيط ما يرجعليش، عشان انا ما عنديش قلب اضغط عليا وانا بتشحتف من الدموع. كلكم 60 ميلة طب والله العظيم طيب وقلبه حنين، والنحرارة دي كلها بس عشان خايف علينا. اتهدي بقى. ايه مش كده بس كده؟ من عينيا يا مولانا، ده احنا هنشوف احلى شوف وهنتكلم اعلى كلام. يا عيني عليك يا شيخ وجد، يا عيني عليك. شفت بقى اللي بيبيع دقنه لاخواته بيحلقوها له بسرعه ازاي؟ يا ولادي كله تمام وهايل. الصوت وصل كويس؟ Very clear. والهبل اللي بيعملوه ده هيخلص امتى؟ قدامهم ربع ساعة، المهم الهانم تشوف شغلها صح وما تفضحناش وترفع راسنا. لا من الناحية دي اطمني خالص، المرة دي هتموت نفسها علشان تجيب 10 من 10 عشان تداري كمان على البلوة اللي عملتها. هو مش هو ده اللي أنا قلته لك يا آدم وحذرتك من الهفوات الخطيرة دي، بالذات لما تبقى مع واحدة عبيطة وتافهة زي دي؟ وانت بقى طريقت عليا واستهفت كلامي. وانت يا نوسة ناسي هفواتك الخطيرة اللي عملتيها أول ما اشتغلتي معايا من 3 سنين؟ كنت خارجة من حالة نفسية زي الزفت، وساعتها كنت تايهة ومش موزونة، مش عارفة أنا بعمل إيه ولا رايحة فين. وصبرت عليك، صبرت عليك لحد ما وزنتي نفسك وثبتت خطوتك. اللي تفوتيه لنفسك فوتيه لغيرك، مفيش حد بيتولد واقف على رجلين. آدم، هو أنت صحيح كنت تقصد الكلام اللي قلته في الليلة السودة دي؟ ممكن يا آدم؟ نوسة، ما تدوسيش على زرار غلط في وقت مش مناسب. أنا لسه ما خرجتش من الليلة السودة دي علشان أجاوبك على أي سؤال. وهتخرج منها إمتى إن شاء الله؟ لما نخلص من نجوى ثابت والخروف اللي معاه. يلا شوف. في المشمش. إيناس شوف. ومش هتلحقي. الجدع اللي قاعد جنبك ده ماسك الموبايل بإيد، والإيد التانية ماسك حتة إيطالي، إنما عجب حتة هايلة يا نوجة.
في آخر بقى المصورة نبص كده مع بعض هنلاقي حتة مجعلصة. الحتة دي بنسميها احنا في صنعتنا كاتم صوت، يعني تكة واحدة وبالسلامة يا حبيبي بالسلامة. طب حضرتك بس عايز ايه بالظبط؟ انا معجب بنوك، معجب قوي، وعايز سلامتك وسمعتك. سمعة ايه بس؟ انا مش فاهمة حاجة. يعني انا محبش ابدا ان حد مثلا يعني يجرح فيكي ويشوف سمعتك ويقول انك انت كنت شغالة 5 سنين مع امن الدولة، يعني تكتبي تقرير تقبضي مرتب شهري، ولما الدنيا لطشت معاهم قلبت عليهم ونقلت عقدك للخواجة. طب افهم حضرتك مين بس؟ ما قلتلك انا معجب انوجة، معجب وعايز اخد معاكي صورة وتمضيلي على القميص. تحب نتقابل فين؟ في العربية اللي قدامك دي. ايه مش واخدة بالك؟ اهو اهو يا نوجة عمال اغمزلك اهو. تعالي. مشيت وراهم بمنتهى الهدوء، ما نطقتش ولا كلمة لحد ما وصلنا المقطم، زي ما يكون بيحضرني نفسيا للمفاجأة. كنت فاكرة اني شفته قبل كده بس الصدمة ملخبطاني، حاولت افهم منه جاب المعلومات دي كلها منين لكن ما قدرتش. ما تفرقش قلنا بقى يا استاذة، المهم ان المعلومات دي في جيبي دلوقتي ومعاها الادلة اللي تأكدها صوت وصورة. طب قول لي مصادرك ما دام احنا يعني بنلعب على المكشوف. اسف ما ينفعش. ليه؟ عشان الامانة المهنية. نعم نعم الله عليك يا حلوة. ايه مش انتوا برضو بتحتفظوا بمصادركم الصحفية حرصا على امانة المهنة؟ طب ما احنا كمان كده. انتوا مين؟ هو انا اعرف انت بتشتغل ايه اصلا؟ انا زي ما تحب يا استاذة، شوف انا انفع اشتغل ايه وشكليني براحتك هتلاقيني شغال مهندس دكتور محامي حرامي فران حداد سوست ظابط. يا نهار اسود، اوعى تكون انت اللي عملت الكارثة دي، انت اللي وقعت عادل ياسين والشيخ وجدي. كارثة ايه؟ ليه بس الافوارة دي يا نوجة؟ كل حاجة حلوة فيكي الا شوية الافوارة دول. ده مجرد قص ضوافر. وبعدين يا ستي ما انا احتفظت لك صاغ سليم بالراجل اللي مشغلك والهانم بتاعته الست بتاع الاداب. يعني افهم من كده انه الشريط وصل للداخلية مش كامل؟ ها ليه كده بقى يا نوجة؟ ليه كده؟ انا ما بحبش اللي يتخابس عليا. ما انت مش عارفه من مصادرك في الداخليه ان ما فيش حاجه عندهم غير اللي اتعرض. عارفه ولا مش عارفه؟ ها ليه كده؟ انت بتعرف الحاجات دي منين بس؟ تسهيل ربنا، انا اصلي راجل قلب ابيض ونيتي حلوه وربك رزقني بالكشف والكرامات، بس ساعات بقى بتقفل معايا وبقلب وجتتي تتلبش وزي ما تقولي كده ابقى الود ودي افيش الكل. لا والنبي استنى بس اقول لك، انا بس اقول يعني بس نتفادى بس الموضوع ده ازاي؟ تخافيش تخافيش يا نوجة تخافيش، ده انا بعزك بشكل، انا متابعك اصلي من زمان، كنت مزوزه صغيره كده وطالعه في البرامج جديد. هعمل لك كمان يا ستي عشان المعزه ديسكاونت يجنن. تخيلي معايا كده مستقبلك الاعلامي كله وسمعتك انت وتوفيق علام قدام الشيخ منصور شبانه. الشيخ منصور شبانه؟ عز الله، احنا ناس بنخاف ربنا، لا بنغدر ولا بنبيع ولا نرضى بالاذيه. قلتها لك قبل الشغل وهكررها مره تانيه، الفيديو هو يا بنت الناس، وشك ملوش وجود، نبرة صوتك متغيرة، مفيش أي حاجة تكشف ملامحك أو تدل على شخصيتك، لكن برضو الأصول أصول، القرار لسه في إيدك ومحدش هيخصبك. احتمال إحنا نزيع، احتمال ناس تانية هي اللي تزيع. يا باشا زيع،
طب والمصحف الشريف حتى لو وشي منور كده مش هيهمني. جميل والنبي انت اللي جميل. جميل وزي القمر. الست ولا الغنى يا خواجه؟ هو في نسوان واخده حقها في البلد دي غير بتوع الشرايط والسيديات؟ شاطره يا دودو. اسلم لي يا رب. يعني كم من 10 يا خواجه؟ جابر عمر يا خواجه. الامان 150%. الزبون مبسوط؟ اخر سهلانه بس جايب ده مش عايز اروح. طيب انا عايز اشوف عمال الصيانه بنفسي قبل ما يتحركوا. هيحصل يا خواجه. توقيت يا نوسه. سيف يا حبيبي ومحسوب بالفيمتو ثاني ومعمول كمان حساب الهوامش والاعطال. طب وانا يا خواجه مش هلعب دور صغير كده ولا كفايه عليا دور البطوله؟ حد يديني شويه صاله التون. رب يعمل. خذ ده. اتفضل حبيبي. اتفضل حبيبي. السلام عليكم. اتفضل حبيبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. ايدك ابو سبع. استغفر الله. ايدك ابو سبع يا اخي شلبي. طب حياة الكعبة الشريفة ما مصدق نفسه. حياة الكعبة الشريفة ما مصدق نفسه. ده انا كنت اشوف صورة سعادتك كده يا مولانا في الجرنان واقعد ابوس فيها ابوس فيها ويبهين عليها علقها في حجاب. بارك الله فيك يا اخي. ابو سبع حياة ابنك وحياة ابنك. انت باين عليك راجل تقي وعارف ربنا. الله يحفظك. ولو انا بصلي يا مولانا وربنا بصلي بصلي فرض وسنة وشفع ووتر وبقالي شهرين كده بصوم كل اثنين وخميس. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. اتفضل يا اخي شلبي. يزيد فضلك يا مولانا. لما انت يا اخي شلبي عرفت الشيخ عاكف منين؟ من صلاة الجمعة سعادتك. ما انا اصلي دايما اصلي الجمعة مخصوص في جامع انصار السنة عشان خطبة الشيخ عاكف. يا سلام يا مولانا. يا سلام حاجة عظمة صحيح. ايوه طبعا طبعا ربنا يزيده يا رب. انما انت طبعا ما وريتوش حاجه. لا وريه حاجه لا ولا تلميذ سعادتك. اصل دي حاجه لمؤاخذه يعني ما تتكشفش على اي حد ايا كانت صفته وقناعته. انا بس قلت افطمه على الحوار عشان سعادتك تهتم وتقابلني. ايوه طبعا مفهوم مفهوم. انما الشيخ عاكف قال لي ان انت السمسار اللي اجرت الفيلا للاخت رضوى السوريه. تمام سعادتك. انما انت ما قلتش للشيخ عاكف جبت الحاجات دي ازاي يا اخ شلبي؟ ما عشان ده برضك كلام ما يتقالش الا لسعادتك. اصل صاحب الفيلا دي راجل خواجه امريكاني واخد بال سعادتك وهو مسلمني من 3 سنين مفتاح بتاع الفيلا على اساس ان انا اجرها بمعرفتي. وبعد ما بيخلص كل الزبون المده بتاعته بيجي هو الخواجه ده واخد بال سعادتك ويشيك على الفيلا ويدينا حساب. تمام. اخر مده بقى سكنتها للست رضوى دي. كتبت معايا سنه واخد بال سعادتك وبعد كده طلعت بعد شهرين. خد يا حاجه ايه خير حصل ايه؟ قالت لك لا معلش اصل انا جوزي جاي من السفر اصل احنا هنسكن في التجمع واخد بال سعادتك حوار كده وبعدين راحت ايه ما بجاني السنه كلها ويا فكيك زي ما تكون كده الله اعلم يعني مش كانتش عايزه كده جوزها يعرف مكان الفيلم. وبعدين ولا قبلين لزق في ديلها زبون جديد عايز مده واخد بال سعادتك. اتصلت بالخواجه علشان ابلغه لقيته مسافر والتليفون بتاعه مقفول. طب وانا عبيط لا مؤاخذه علشان مثلا اضيع لقمه العيش واقول للراجل استنى جنبي لغايه الخواجه ما يرجع؟ لا طبعا. اتكلت على المولى واخد بال سعادتك ورحت جايب ايه جوز حريم نكتوا الفيلا فوق وتحت ورحت جايب شويه صناعيه يشيكوا معايا ايش جنايني سباك كهربائي. الكهربائي ده بقى هو اللي كشف المستور. كشفه ازاي يا اخي شلبي؟ وهو بيجرب اللونط والمفاتيح لقى حاجة غريبة كده واخد بال سعادتك ماشية في الحيطة ولونها نفس اللون بتاعه ومدفوسة في الكامر. حوش يا جدع شيل انكش ايه الحكاية؟ هوب الحق الكاميرا الخفية. كاميرا؟ هي واحدة يا مولانا دول سبعة سبعة كاشفين كل ركن في الفيلم. سبعة؟ سبحان الله يا مولانا ربك والحق. أنا حسيت بحوار زفر كده وقلبي كلمني ومريحنيش مشيت الصناعية كلهم واخد بال سعادتك وتنتني ماشي ماشي ايه ماسح المكان كله لحد ما لقيت جهاز صغير كده شبه الكمبيوتر بس اخر لخبطه. قمت جايب الواد ابني وقلت له انا عايزك تشغل لي البتاع ده اصلا انا عندي الواد سمير صلاه على النبي يعني 14 سنه بس في الحاجات دي اخر عفرات. ربنا يبارك لك فيه. كمل يا اخ شلبي. اكمل ايه يا مولانا؟ اكمل ايه ولا بعد كده يتقال ولا يتوصف؟ ربك يستر على ولانا. يعني الست الفجره دي هي اللي حطت الكاميرا علشان ست مين يا مولان؟ ست مين؟ اتاري الخواجه الامريكاني ده هو بنفسه اللي عاملها. الخواجه؟ شيطان يا مولان شيطان. اتاريني وقعت في شيطان يهودي ملعون وانا نايم على وداني ولا دريان
وتاري الكافر ابن الهرمه بيأجر الفيلا عشان يصور الزباين، واخد بال سعادتك؟ وهم في حياتهم الشخصيه يعني راجل والجماعه بتوعه واد والبنت اللي معاه والجو ده يعني. اعوذ بالله من غضب الله. وبعد نهايه كل مده واخد بال سعادتك يجي الخواجه ويشوف اللي اتسجل ويروح حاطه لا مؤاخذه في افلام قبيحه وشحنه على بره ويكسب منه ده واحد ارنبين. كم؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا اخ شلبي؟ ايه؟ كتير يا مولانا؟ كتير قوي يا اخ شلبي. بتقدم خدمه لدينك ورجال الشرع والشرعيه وبتكسب ثواب المجاهد في سبيل الله وعايز تاخد فوقيهم المبلغ ده كله؟ يا مولانا ما هو لو ما كانش واجب وفرض وثواب واخد بالك كنتش جبته لك، كنت لا مؤاخذه يعني خدته من الخواجه اليهودي ده وخدت في قد كده 10 مرات. وده برضه ضمير المسلم الحق يا اخ شلبي، تفضح اهلك ومشايخك وتسيب واحد كافر يبيع ويشتري في اعراض المسلمين؟ ده لو فيها رقبتي يا مولانا، لو فيها رقبتي. بس انا كمان يا مولانا محتاج لرقبتي. قالوا يعني عشان عيالي الغلابة دول ده كلها يومين بالكتير والخواجة يعرف اللي حصل وبعد كده يكر عليها عصابة تصفينا يا مولانا. تصفيك ده ايه يا اخي شلبي؟ ده احنا نحميك من الجن الازرق. الظاهر بقى انك ما انتش عارف الاخوان كويس. لا ازاي يا مولانا؟ عارفكم، ده انتوا ما شاء الله عليكم جامدين قوي وكمان مذكورين في القرآن. طيب ما انت متابع وعارف كل حاجة اهو. اه طبعا، وحافظ الآية كمان، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. شياطين؟ ونعم بالله مولانا، بس ما تاخذنيش يعني، دول صهاينه ايدهم طايله. وانا لا مؤاخذه يا مولانا يعني راجل على باب الله، هقعد كل شويه ارزيكم واقول لكم تعالوا احموني؟ واحنا نضمن منين انك مش طابع نسخه وحباها لحد تاني؟ لا 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 لا، عيب الكلام ده يا مولانا، وربنا عيب وما يجوش منك. اشحال ما كنتوش مفصصني حته حته قبل ما خط العتب والبطاقه واسامي العيال وكل اشياء الحياه. وبعدين هروح منكم فين يا مولانا؟ ده انتوا الحكومه كلها. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ابو جوديوس، بس انت ما كنتي بهالحلاوه على الكعب. ها بليز. ميرسي مستر ديفيد. بليز. انا خدت بالي من الشات ان العربي بتاعك تمام، تحب نكمل عربي ولا؟ فور شور. انا اعشق العربيه وما بحب التوك توك. حلوة قوي. تحب اللي بتيجي من فين؟ من الاخر. ماشي مستر ديفيد، تعال نبتدي من الاخر. انا عايز اعرف ازاي قدرت تجيب منصور شبانه لحد عندك وصورته مع الست دي. نو لسن، انا ما كنت مخطط لهالاكسيدنت. You know, هالسيستم تبع تصوير فيلا تبعيتي من شان الجريمة، you know, سرقات، كسيرات في المصر. الانفلات الأمن يعني. Exactly. Oh. So, الزمزار تبع شلبي, you know, I'll explain it, yeah. Well, شلبي had a contract with رضوى السورية, you know, for 1 year. About she shahrain, she just left after paying the whole year. So, you know, I said, no, what? Shu har radwa, shu rhabi she. So, I went to the villa, fattashet all the villa, and I saw the videos. They shift kilshi. Ah. كل حاجة كل حاجة يعني؟ كل شيء كل شيء. الشيخ منصور دبور. طب ما هي جايز تكون مراته. نو دارلينج، رضوى السورية جوزة سوريان جاي. رضوى والشيخ كانوا عم بيسووا جهاد نكاح إلى القتال. يا نهار أسود، جهاد النكاح؟ ساكت. طب وأنت طلبتني ليه يا مستر ديف؟ ما عملتش ليه الديل ده مع الإخوان؟ ليش رباب أنا هيك، أوكي؟ I don't like إخوان، I don't like 6 أبريل، I don't like البرادعي، I don't like you guys. I mean, not you. I like you رباب، but
ما بحب بهالدنيا الا شيء واحد، المصاري. اوكي؟ سو ديل اور نو ديل؟ اشوف السي دي الاول. شو؟ الاسم سليم يا رباب. فعلا في سمسار اسمه شلبي في المنطقه. كلمته؟ لا مش موجود. بيقولوا ان هو نزل بلده اول امبارح. طب بس كفايه كده، اذا اتكلم مستر كمال تديله الاوكي وتبعته لي الفلوس فورا. اوكي، بس مستر كمال هيكتب الشيك باسم مين؟ شيك ايه يا هيب؟ انا بقول لك عايزاه بكشف ايديه، الراجل ده لا هياخد شيك ولا هيسلم تحويل بنكي. هو هيتشرط كمان يا رباب؟ يتشرط براحته يا هيب، انت مش عارف الفيديو ده فيه ايه؟ كارثه، الحمد لله ان هو فكر فينا احنا الاول، ده لو كان راح لاي حد من الحرس القديم كان زمانه دلوقتي اتذاع بكره الصبح، منصور شبانه لو اتحرق بفضيحه زي كده كلنا نتسوح. في داي المزامير وفي قلبي المسامير، الدنيا هربتني وانا شاب الامير، وانا شاب الامير. يس رباب. سوري مستر ديفيد، معلش فاضل اتصال واحد بس وكله يبقى اوكي. Ah, of course. You need to talk to Kamal Shaker, huh? Yes, Mr. Kamal. Ma انت عارف كل حاجة يا مستر ديفيد. جامد جامد يعني. It's okay, Rabab. You know, I like her. So, take your time. Okay. Bye. Hey, Lenug. Hey. تعجبني انا الست الواعيه اللي مخها حاضر واللي مزانها حساس. ازاي بس يا ربي؟ ازاي طيب؟ ازاي؟ انت دخلت هنا ازاي؟ بالقدره يا نوجة. انت ما تعرفيش ان انا ليا خطوه وصاحب كرامات. مش حالي ما كنتيش لسه بنفسك قايله للريس بتاعك ده انسان مش عادي اساسا. فعلا مش ممكن، مش ممكن، انا ما شفتش كده في حياتي، مستحيل. عرفتي بقى انا ليه اخترتك انت وما رحتش للعبيط جوز الست اللي بيسخنك عشان تبلغي عنه؟ طب ما دام انت بتثق فيا قوي كده وعارف ان انا مش هغدر بيك، بتخضني ليه؟ حرام عليك، حرام عليك. سوري يا نوجة، غصب عني. احنا اصلنا ما بندخلش المشاعر النبيله دي في اجراءات الشغل. واثق فيكي ده احساس لطيف نستطعمه كده على الماشي، لكن لم يمنع شكوك ولا يوفر الاحتياط. يا نوجة ارجوكي بلاش الاستخفاف ده، ما انت لسه قايله لجوز الست ان ايدي سايبه علامه. وانت برضو لسه قايل ان شغلك بيفرض عليك الشك والاحتياط، يعني لازم تشك ولازم تبقى عامل حساب الخطا في اي وقت. تكسبي. شكرا، بس فعلا الداخليه مش واقعه للدرجه دي، وفيها ناس في منتهى الخطوره. هم اي نعم عاملين نفسهم واعين، بس هم متعمدين التسيب والانفلات ده، عايزين يحرجوا النظام وعايزين يقوموا الناس عليهم. انت عايزه ايه بالظبط؟ انا عايزه اديلك فرصه ما حصلتش، اعلى درجه من الحمايه ممكن تتخيلها في حياتك، يعني لا تختفي ولا تتنكر ولا تخش بيوت الناس في الضلمة، ومحدش في الداخلية ولا الحكومة يقدر يمس شعرة منك. ده انت اللي هتديني الحماية دي؟ أنا؟ لا طبعا، الناس. الناس؟ أيوة، الناس هم اللي هيحوطوك ومش هيسمحوا لحد يقرب لك. أصل أنت مش عارف اللي أنت عملته في عادل ياسين ده رد فعله على الناس عامل إزاي. أنا بقى رصدت رد الفعل ده ومذهولة من اللي شفته. وشفت ايه يا شاب خير؟ اللهم اجعله خير. هحكي لك. بص بقى يا سيدي، 80% من المصريين هيموتوا ويعرفوا مين الشخص اللي علق الداخليه والاخوان ونشرهم على حبل غسيل. يتمنوا يشوفوا البطل ده. بطل؟ طبعا. الناس عطشانه يا خواجه. من وقت ما الرجاله قلت في البلد ما بقاش في غير يعني شيوخ وخونه وشويه عيال صغيره، والناس نفسهم يشموا ريحة راجل بجد. ولما شافوا الفضيحة الكبيرة اللي انت عملتها وتأكدوا انها مش غلطة عرض في مؤتمر
وانه فعلا حد عمل كده في الداخلية. خيالهم بقى خدهم للبطل الشعبي بتاع زمان، ادهم الشرقاوي علي الزيبق، ابن عروس. وعايزه اقول لك ان كلهم في الاصل حراميه ومطاريد زي حضرتك بالظبط. لا 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 نوجة، احترمي نفسك مش كده؟ انا اسفه والله مش قصدي، بس هو ده اللي لمع الفكره في دماغي. ليه انت ما تبقاش واحد من النماذج دي؟ الناس طول عمرها بتكره اللي يحكم وتسقف وتهلل اللي يذل ويصغر، هم دول بقى اللي هيحموك بجد. وانت بقى يا نوجة عاوزه تقدمي ادهم الشرقاوي طبعه 2012. ليه لا؟ ما دام المصلحه واحده، انت تخرج من الضلمه للنور وتركب على كتاف الكل، انا بقى اعمل ضربه اعلاميه ما حصلتش في التاريخ. الله، انت بتضحك على ايه وانا بنكت؟ لا لا هتعرفي قريب قوي، هتعرفي يا نوجة انا بضحك على ايه. طب ما قلتليش برضو ايه رايك في اللي انا بقوله ده؟ والله يا نوجة هي فعلا فكره حلوه قوي، بس هي تنفع للخنازير اللي غيتهم الركوب على البار. انا لا يا نوجة، انا لا بحب اركب على البار. سكرو درايفر، والله عرفنا السكرو درايفر يا بنت بعضشي. الله، هي مش دايما تحصل لك البرتقال على الفوتيكا؟ على ايه يا اختي؟ على ايه؟ الفوتيكا بفتحة الدرج دي كده. غلطت انا ولا ايه؟ مش هو ده السكرو درايفر؟ لا حصل حصل، عندك العيب والله يا دود. من هنا والصفة على قلب. ايه ده؟ اوعى انت هتصاحبيني ولا ايه؟ متحرشة صحيح. بس بصي، انت عارفاني انا راجل حقاني معمول كويس. السكرو درايفر ابو فوتش كده لا معمول تمام. اوه يا سيدي، ده انت اللي سيدي، سيد الناس كلها كمان. الله الله الله. انا بقى من امبارح عمال اقلب في القنوات كلها، ما وراهمش سيره غيري، هيموتوا ويعرفوا انا مين. يعني الشيخ ضحك عليها الغلبان، البت زي القمر، صيدتني وخلتني نجمه في السماء. الله يبارك لك يا واد على القفله. الله يبارك لك، ده انا بموت عليه والنبي اقطع. ايوه، انت
مختفين من امبارح. لا انا قفلت النمره دي عشان الشغل. بقول لك ايه، الشغل دخل في مرحله الخطر، الوزاره حضرت عفريت امريكاني بقاله اسبوع ما بيشتغلش غير عليكم. واول حاجه شاور عليها التفاحه. ادم ادم نمره انت نمره. اديني بقى المشهد اللي انا بحبه دايما، ده بتاع زمان ده يا بنت، بتاع زمان بتاع. اسكت، انا باني حبيتك يا بنت مش عارف ايه. طبعا حبيتك ادم. وبعدين بقى في السهل الصفرة دي ما كنت متنيله مخموده. عايزاك اوكي نص، هخلص الدرينك واجي على طول. خلصوا جوه، الموضوع ما يستحملش، ما فيش وقت. الله على نفسنا والعرق جواني. خلاص بقى خلاص. يلا واتشكا. البنت هتموت نفسها عشان كلمة حلوة من حكيتين. طب وربنا لو وقعه فيا وخليه يديك بالجزمة القزيمة. قلت كده ايه؟ قلنا قبل كده يلا. الدخلية وصلت للتفاحة وبتنكش وراها. يا سلام أخيرا، ده فهمهم بطيء قوي على فكرة. كويس؟ إيه الروقان اللي أنت بتتكلم بيه ده؟ دي حاجة تغم. تغم ليه يا نوسة؟ تغم في إيه بالظبط؟ ما أنت عارفة إن أنا بسيب الأثر ده دايما علشان دماغهم تحدف شمال ويروحوا في سكة الأجانب والخواجات. وهو اللي أنت بترميله حصل وبالملي. طب وإيه؟ في إيه؟ أنت عندك حاجة وعايزة تقوليها، بس طبعا كالعادة ما بتقوليش أي حاجة آدم بشكل مباشر. لازم تلف. اديني فرصة أقول لك اللي أنا عايزة أقوله. قولي. الداخلية كلفت لواء من بره الوزارة ومسكته الملف بتاع التفاح، واللواء ده غير كل الرتب اللي احنا نعرفها. ليه؟ يبقى مين يعني المحروس ده ان شاء الله؟ ليش؟ السؤال يا اخت شهيرة يمنع الفتح ويحجب التجلي. يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة المائدة الآية 101: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. صدق الله العظيم. السؤال يا شهيرة هو اللي وقع إبليس في الجحود وفي اللعنة الأبدية. السؤال هو اللي طمع آدم في التفاحة، رغبه في الممنوع فطرده من الجنة. العفو والسماح يا مولانا، العفو والسماح. أنا هسكت خالص، مش هسأل أي سؤال. العفو من صاحب العفو والمغفرة. عفاك رضاك يا الله، عفاك رضاك يا الله. كرم عايشة يا شهيرة. الله أكبر. أنت كريم يا رب. الله أكبر. أنت كريم يا رب. الله أكبر. عايشة وجات لك امبارح. جات لي فين يا مولانا؟ جات لك. جات لك، ولما بنقول جات لك بنقصد جاتلك بالروح مش بالجسد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. جاتلك امبارح بعد صلاة الجمعة وقعدت قدامك على الكنبة الرمادية أثناء تلاوتك لآيات الذكر الحكيم في سرك. الله 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 أكبر. إيدك يا مولانا، إيدك أبوسها، إيدك أبوسها. عادي. الله أكبر. لا لا الله أكبر. استريح استريح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله، رسول الله. كارما يا شهيرة فرقت البيت بالبدن فقط، ولكن لم تفارقه بالروح. روحها حيمة طول الوقت جوه الدار. كارما بتحبك قوي على فكرة، وشايلة جميلك فوق راسها وحالفة لا تردهولك. أنا مش عايزة منها أي حاجة، أنا بس يا مولانا عايزاها ترجع، ترجع بس. هترجع بإذن الله، هترجع لما الحتة اللي منها تآمن بيها وتصدق باللي جرى لها. الحتة اللي منها؟ بنتنا العزيزة مريم، ضناها وبنت بطنها.
البنت يا حول الله شالت حمل جبال اكبر بكتير من عودها الهزيل. لكن قلبها ضعيف، قلبها ضعيف لان الهم ركبه، الوسواس الخناس الملعون قادر ينخور فيه، بيقول لها يا مريم امك فاتتك عشان اللي راح اغلى عندها منك. والله العظيم والله العظيم ثلاثة حصل، وهي قالت لي الكلام ده 60 مرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بكرة بإذن الله موعد الصلح والرجوع. الله الله الله، بكرة بكرة مولانا بكرة بكرة بعد أذان العصر بالإذن والمشيئة تجيبي بنتنا الحبيبة مريم من إيدها، نصفي روحها وننقي فؤادها ونؤهلها للقاء الحبيب ونرد الفرع لأصول. بس في مشكلة يا مولانا. مشكلة ايه يا أخت شهيرة؟ ده يصح الكلام ده في حضرة مولانا الشيخ برضه؟ أيوة يا ستنا العفو، بس يا مولانا قصدي أنا عارف اللي هتقولي، أنا عارف اللي هتقولي يا شهيرة. بنتنا العزيزة عصية ومش هتوافق انها تيجي. بسم الله الله اكبر الله اكبر، انت بكشف عنك الحجاب. الله اكبر. صح صح يا مولانا صح. انتم امتى باذن الله ممكن تكونوا لوحدكم في البيت انت وهي بس؟ النهارده النهارده يا مولانا، النهارده لحد الساعه 9 بالليل هنكون لوحدينا خالص في البيت. الساعه 8 باذن ربنا تاخدي بنتنا الحبيبه وتقعدي بيها في المكان الاثير لامها على الكنبة الرمادية وترمي قصادها سؤالك وتنتظر الرد. مريم انت عارفه الملايكه؟ ايوه عارفاهم. عارفاهم ازاي يا بنتي وانت ما شفتيهمش؟ عارفاهم بقلبك، شايفاهم بروحك. امك كمان يا مريم شايفاكي بروحها دلوقتي. لكن انت غضبك منها مضلم عينيكي. لومك عليها علشان سابتك، عامل بينك وبينها جدار عازل كبير. اكسري الجدار ده يا مريم، دمريه يا بنتي بقلبك بقوة إيمانك، وسيبي روحك تتحرر وتنطلق لأعلى فتحس بأمك وتستطعم حضنها. كرمة طلبت مني الصلح عليكي قبل ما ترجع لك بجسمها، وانا قبلت الوساطة وعلى الله التوفيق. بكرة بإذن الله قبل أذان العصر هتسمعيها وتكلميها وتحسي بنبض قلبها. جهزي نفسك يا مريم لحضن الحبيب الغايب وفرحة الرجوع. طيب تثبت جنب الباب، تروحش هنا ولا هنا من غير ما اعرف مكانك. ما تحطش في دماغك يا برنس، كله 100 100. برنس بحسك عينك تشوف هوايدة وتعمل لي الجو بتاع العشق الممنوع. خلاص بقى العشق. مين؟ أنا مين؟ أنت اللي مين؟ أنا فاطمة المنشدة، وزي ما كنت مش عارفة. هو أنا شفت حضرتك قبل كده؟ ممكن يا فاطمة، الروح أصلها حرة ملهاش حدود، فبتشوف قبل العين وبتلمس قبل الجسد. حضرتك الشيخ رضوان؟ أيوه. أنا أسفة يا مولانا.
لا أنا أسفة. سامحني يا مولانا، سامحني فاطمة، سامحني يا مولانا، سامحني. طيب ما تمشيش يا فاطمة، استنيني بعد الحضرة. أمرك يا مولانا، أمرك. أرحب، سامحني يا مولانا. شيخ رضوى يلا مولانا، ورانا شغل كتير. يلا يا سيدي، يلا يلا. يا نهار اسود، ايه الخلق دي كلها؟ دي الولايه اللي اسمها صباح لما الدنيا كلها على شرفك يا عم جابر. صباح ولا جابت حد ولا حاجه. استناني بس. اللي حصل يا سيدي ان الخبر جري في الناس زي النار في القش، والقريب جاب البعيد، والشيخ البعيد سر باتع يا ولدي. ايوه خالد، بس ده خطر قوي علينا، يعني معقول هنكشف وشنا قدام الجرمة ده كله؟ يا جابر يا ابني، ما هو طول ما انت معفر كده على رؤيتك وقافل قلبك عمرك ما هتقدر بعد كده تلعبها لوحدك. ليه بس يا كبير؟ علشان الناس اللي انت خايف منهم دول هم اللي هيشيلوك في الزنقة، وهم دول اللي هيحموك وقت الخطر. الناس يا جابر، الناس هم دول اللي ممكن يحوشوا عنك أذى الداخلية، زي بالظبط ما أجبروا الحكومة قبل كده على إنها تركن ملف كاميليا كراميلا وتعترف بالشيخة صباح. شفت بقى هما أقوياء قد إيه؟ مع انهم ولا حاسين بقوتهم اصلا. فهمت؟ فهمت؟ يا حكمة انت تعلمها خلقت خلقت الخلق بالقدرة بكاف وفنون. الناس دي كلها قلتلك وما صدقتنيش، هنا بقى هتلاقي كل الناس، الغني والفقير والرتب والمشاهير، كل البشر. ايه اللي هناك دي؟ دي حجرة على شرف الشيخ رضوان. الناس دي كلها بعد الذكر تاكل وتاخد نفحة من مولانا. يا خبر اسود. الله الله الله، حياة الخلق محسوبة وبالسليم بأمره ورزقهم كتاب صلى على النبي. الحمد لله على السلام. بص يا مولانا، من غير ما تسأل أنا هفكر حضرتك بكل حاجة. فكر. الحمد لله، ألف بركة. معاك سيجارة؟ نعم. بدخلها من شرب سجاير. أنا والله العظيم أبدا، ده أنا بنت ناس ومحترم. الدكتور عواصف، قصدي الدكتور عواطف، مديرة المستشفى أصلها جت من شوية عشان تطمن على حضرتك. ويا عاطف دي شوية سجاير كده في قدام المرضى. حضرتك هي ممكن تولع في المريض ذات نفسه عادي أصلا ولا يفرق معاها. أنت معاك سجارة؟ والله يا مولانا ما كنت عايزاها عليك. طب أنا مت لوحدي ولا كان في ناس معايا مش كده؟ الناس اللي مع حضرتك؟ فين بنت حلال يا مدام فاطمة؟ ده مولانا كان لسه بيسألني عن حضرتك، هي جات لك اهي بقى أغلى الحبايب. طيب،
استأذن انا بقى اروح اكمل شغل يعني. انت سمعتي قالت ايه؟ قالت ايه؟ قالت اغلى الحبيب. ايوه سمعت. اروفل بنت تفهم حاجات كده ده بس عشان يعني الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. انت المفروض تصلي ربنا صلاة شكر بالعمر كله لانه كتب لك معجزة. صوتك مفرقش ودني لحد دلوقتي. ولا صوتك. انا لازم امشي على فكره. سلامتك. سلامتك. الف سلامه. ما تتحركش والنبي عشان خاطري. كرحك لسه جديد كرحك. ايه؟ مالك؟ انا مش خربان. تكدبش عليا يا ايه ده؟ تمام؟ فاطمة استنى يا فاطمة. فاطمة